أصيب عشرات الفلسطينيين وطاقم الهلال الأحمر بالاختناق لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس للمنطقة الشرقية في نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بالقرب من مفرق الغاوي في المنطقة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا في فلسطين المحتلة حافظ أبو صبر. أهلا بك حافظ، ضعنا في تفاصيل ما حدث مساء يوم أمس في المنطقة الشرقية من نابلس وحصيلة هذه المواجهات مع قوات الاحتلال. وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، هناك إصابة خطيرة بالرصاص الحي في منطقة الظهر، نقلت إلى مستشفى رفيزيا. هذا ناهيك عن عدد كبير من الإصابات بالاختناق، وأربعة إصابات رصاص حي أخرى وصفت ما بين المتوسطة إلى الطفيفة، فيما يعني تم إخلاء منزلين بعد أن اختنقت العائلتين داخل المنزلين بشكل كامل نتيجة لكثافة الغاز المسيل للدموع الذي أطلق في محيط المنطقة الشرقية. والاقتحام الضخم جدا محمد الذي جاء بعد منتصف الليل وبعد ساعتين من اقتحام قوات الاحتلال لمختلف المناطق في محيط مقام يوسف في شرق نابلس، ونشر قناصة على أسلحة المباني و اطلق رصاص على كل ما يتحرك، بعد ان تحولت المنطقه هناك الى سكنه عسكريه. اقتحم المستوطنون بعدد كبير من الحافلات مقام يوسف وادوا صلوات تلموديه، ويعني كانت اصوات الموسيقى حتى تعلو حتى ساعات الفجر المتاخره، وهذا يعني كان يسبب الازعاج لسكان المنطقه الذين يعانون جراء اغلاقها وجراء قنابل الغاز المسيل للدموع، جراء الازعاج الذي يسببه المستوطنون وادائهم للصلوات والرقصات التلموديه في الموقع. والمره المختلف في هذه المره ان الاقتحام جاء بشكل اوسع من المحيط المغلق لمقام يوسف ليمتد الى مخيمات عسكر القديم والجديد، منطقه عسكر البلد، بلاطه البلد، مخيم بلاطه، وكل المناطق المحيطه على مساحة أوسع في المنطقة الشرقية بنابلس. وهذا يعني معاناة أكبر للسكان الفلسطينيين والمنازل في هذه المناطق. الاقتحام قوات الاحتلال جاء أيضا على وقع الاشتباكات برصاص الحي والعبوات الناتفة التي فجرها مقاومون في الأليات والجبات العسكرية التي اقتحمت المنطقة. ويعني كان هذا من خلال إعلان كتيبة نابلس سرايا القدس ومجموعات تعليم الأسود تصديهم لهذا الاقتحام ضمن سلسلة عمليات إطلاق نفذوها في مختلف من موقع في محيط مقام يوسف. يبقى أن نقول بأنه بعيدا عن نابلس في طوباط مع فجر هذا اليوم تصدى مقاومون لقوة خاصة بعد أن كشفوها وأفشلوا عملية كانت تحاول تنفيذها لاعتقال عدد من المقاومين في مدينة طوباط شمال الضفة الغربية المحتلة. مراسلنا حافظ أبو صبرة كنت معنا من فلسطين المحتلة، شكرا جزيلا لك.